مرحبا بكل متابعين قناة جوك تيفي على اليوتيوب. أثار الجدل غيث مروان آخر فترة بعدم ظهوره مع أصدقاء اليوتيوبرز بدبي لفترة جدا طويلة، حيث زعم البعض أنهم على خلاف ومشاكل، لكن غير مؤكدة لحد الآن، ليثير الجدل أكثر بعدم حضوره لعيد ميلاد صديقه المقرب كريم ديب اللي أقيم قبل يومين بدبي بحضور عدد كبير من اليوتيوبرز، ولاحظ الجمهور أنه ما عايدوا من خلال الستوريهات أيضا. ليطلع كريم امبارحة ومن خلال ستوري انستغرام اجاب من خلاله على تساؤلات الجمهور حول هذا الموضوع وعلق به: الصحبة والصداقة مع السوشيال ميديا، ولازم دائما تصوير عشان نثبت صداقتنا مع اي شخص. وصلت الفكرة؟ اعتقد وصلت. ناشرا ذلك مع صورة تجمعه بغيث مروان، فشو رأيكم برد كريم؟ أما نارين بيوتي ومن بعد ستوريهات العرس اللي أثارت الجدل مبارحة، حيث تساءل الجمهور عن مين بيكون العريس والعروس وشو سبب غموض ستوريات نارين. اتسربت عدة فيديوهات اكتشف الجمهور من خلالها أن الزواج كان غير حقيقي ومجرد تمثيل لفيديو رح ينزل على قناة نارين على يوتيوب قريبا جدا، والعرس كانت عبارة عن فكرة فيديو. فشو رأيكم بفكرة نارين بلا الفيديو الجديد؟ أما قمر الطائفة رجعت للتفاعل من جديد على السوشيال ميديا، فتفاعلها صار كتير جدا، حيث عم بتحضر لفيديوهات وأفكار جديدة لقناتها على يوتيوب. غير عن ذلك فاتهمت مبارحة بالتقليد من بعد ما شاركتها الصور على صفحتها على انستغرام، بحيث شاف البعض أن الصور متشابهة لصور لانا محمد اللي شاركتها قبل فترة، وتم اتهامها بتقليد صور نورمار. فشاف البعض أن طريقة التصوير والبوزات متشابهة نوعا ما. فشو رأيكم أنتو؟ هل تشوفوا التشابه بين الصور؟ فبعد جدل التقليد شاركت نانا محمد بوست صورها على ستوري انستغرام رغم ان البوست قديم شوي، واللي ادى لاستغراب الجمهور وعلق كأنها عم بتأكد الانتقادات. فشو رأيكم بهالرد؟ شاركوني رأيكم تحت بخانة التعليقات.